محتاج انيستا دلوقتي الاولى للاسبان. وراح مع الكوره، ولكن الكوره رايح معاها، ولكن اسمولوف يسجل عشان تبقى 1-1. محطوطه في مقتل، في مقتل اسبانيا. الركله الثانيه نسبه 100% في 10 مسجله في مرماهم. ابن تشيفيتش، ولكن كان على طول ابن تشيفيتش. 2-2. عايزه قوه، عايزه زاويه، عايزه روح عاليه، عايزه تصدي وينقذ الكره هنا الحارس المتالق لكن فيه ويوجد جولوفين. قويه كره، ودخيه اسرع منه، والكره تبقى الرجاله راموس حطها، خلى النتيجه 3-3. لكن روسيا تقول الهدف في مرمى الخطا. والنتيجه اصبحت 4. اذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.